طب مدام يا حبيبتي جوزك لسه دخله على قد ما تشتغلي وتساعديه. قلت له، قال لي بعدين نفكر. باين عليه مش راضي، يظهر انه مركز على الخالق وتربيه الاولاد. ايه الكلام ده لما يكون هو مقتدر؟ لكن مدام على قد حاله يبقى لازم تشتغل. اقل ما فيها تشتري لنفسك اي حاجه تعوزيها. انت دلوقتي مش حاسه، لكن بعدين نفسك هتروح لفستان حلو، شنطه شيك، جزمه موضه. هتجيبيهم منين بقى وهو على قد حاله؟ ايوه حبيبي، نسخت اوراق القضيه كلها ساعتين. ايوه قبل جديده احمد بيه ساعتين بيه. ايوه انت رحت بعيد اهو ساعتين بيه. الصراحه في قضيه جديده شغلاك ساعتين بيه. قضية أنا ومراتي يا فندم. أنت ومرات سعادتك؟ ده أنتوا لسه بتعصيها يا فندم. الست مش عايزة تذكر لا مع والدتي ولا مع والدتها. قال إيه؟ الاستقلال التام أو الطلاق الصغير. ولا تزعل نفسك يا سعادة البيت. أنتوا مش بتقولوا إنكوا أجرتوا شقة مفروشة يا سعادة البيت؟ دي شارع يا فندم مش شقة. تصور تبقى أنت نايم أنت ومراتك في نص الليل، تلاقي اللي معدي عليك يقول لك العرايس ناموا ولا لسه؟ ده مين اللي عامل الشقة ده يا سعادة البيت؟ عبد السلام. ده مسخرة. مين عبد السلام ده؟ عمرك شربت سوزوكي؟ نعم سوزوكي. لا ما انا ركبته حتى يا سعادة البيت. ولا دور السادس شقة 19. مالي يا رخبة شقة 19. هز يا وز. كده دولارات كده استرليني. بقت صاحبتنا قوي بقى. شوف المصيبة. هي مين دي يا فندم؟ ولا بتوع الدور الخامس؟ مخلفين دسة عيال. وكلهم بياكلوا الموز بقشره. الموز بيتاكل بقشره يا فندم؟ كلكم والست اللي بتفضح شغلتها بنصيه كوم تاني. يا ساتر، ايه الكلام ده يا سعادة البيت؟ انا يا سيد مراتي ضرب الصحوبيه مع نص سكان العماره في اول يوم، وكملت على العماره كلها في اسبوع. يا سعادة البيت يعني ما تكبرش الموضوع قوي، الستات كلها غاوية الاختلاط ود 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 الاقتصاد عباده يا فندم، الناس الايام دي كلها بلاوي، كله بيغير من بعض وبيحلف على بعض. السلام عليكم. مع السلامة سعادة البيت. هنروح بعيد ليه؟ 90% من القضايا اللي في المحاكم اساسها المعارك والجيران والصحوبيه. عندك حق سعادة البيت. بشرفي، بشرفي اخوك النهارده لو قال لك صباح الخير لازم يكون وراها حاجه. فعلا فعلا سعادة البيت. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مالك يا ابراهيم؟ النهارده اخويا قال لي صباح الخير. شفت بقى؟ روح البيت هتلاقي كارثه، هتلاقي عفش بيتك بيتباع. النمليه الجديده. نوال نوال بس دي مامتهم مأمناني عليهم. ما تجيبيش سيرتهم خالص، دول ياخدوا بالهم من الجن الأزرق. طيب. الله، قعدة الأرض حلوة. فاكر يا أحمد لما نمنع الأرض أول ليلة؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ وما حضرنا الغداء من السكات. أدي عادي. قصدك إيه؟ أصل ما عرفتش أطبخ من دوشة العيال. انت في حد مصلاتك عليا؟ مين؟ انا يا احمد. انت مين؟ حماتك. في عيال واقفين جنبك يا حماتي؟ لا ابدا مفيش حد خالص. ايه ده؟ ايه ده يا ولاد؟ حصل ايه؟ كان في عندنا مظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات ايه؟ ما عارف، اسالي بنتك، هي اللي مسؤولة عن العلاقات العامة والإدارة الداخلية. أنت جبت البتاعة دي منين؟ إيه؟ مش دي بتاعة ال ؟
انا بخرف اقول الدنيا منوره كده ليه؟ ميرسي يا استاذ عبد السلام ده بوجودك. والله يا فوزية هانم، طلعي شيء الهي وشوشني في قلبي وقال لي نط نط اطلع فوق، اتاريكي هنا وانا مش عارف. في الحقيقة أنا كنت راح أزور أختي لأنها لسه تعبانة شوية، لقيت برضو شيء إلهي قال لي فطي نطي اطلعي فوق أتاريك هنا وأنا مش عارفة. الله أكبر الله أكبر فوزية هانم، إحنا أكيد فينا شيء. طيب أستأذن أنا بقى. ليه؟ مو بس معلش عشان عندي مشاوير كتير ألحق أعملها. فوزية هانم. نعم. اخواتي واولاد اخواتي واولاد اولاد اخواتي والعيله كلها جايه من البلد بعد كام يوم، فاذا سمحتي لي ابقى اعرفهم بسيادتك. قوي قوي يا استاذ عبد السلام، ده شرف لي. اتصوري حضرتك ان انا اليومين اللي فاتوا كنت تعبان. ليه؟ تعبان جدا. ده بشهر عليك. مش عارفه انام. ربنا يخليك ربنا يخليك. اتفضلي بقى. اتفضل. انا كنت في الحاله. أنا مش عايز الراجل ده يجي هنا تاني. ليه بقى؟ هي كلمة واحدة، ده راجل ورعبان، أنا مش مستريح. ليه بس يا حمادة؟ حمادة إيه ونيلة إيه؟ ما أنتش شايفة ست ودنك بقت عاملة إزاي؟ خلت تصرفاتها بقت إزاي؟ بتلبس ولاعة في صدرها دلوقتي. أرجوك ما تعبش في ماما. كفاية إنها اتحرمت من كل شيء وهي في عز شبابها، واستحملت عشان تربيني. وأظن دلوقتي من حقها إنها تعيش وتتجوز، بدل ما عاش لوحدها من يوم ما سبتها. لا أنا ما قلتش لأ، بس تتجوز راجل محترم. وهو الاستاذ عبد السلام ماله بس؟ ده حتى كل شيء فيه ممتاز. انا عايز اعرف بقى ايه الشيء الممتاز عبد السلام افندي بتاعكم ده؟ راجل كل حيويه ونشاط، دايما مرح وسعيد، واخد الحياه ببساطه، ما عندوش عقد. اللي في نفسه بيعمله، اللي على باله بيقوله، اللي في جيبه بيصرفه. بقول لك ايه؟ روحوا ايه لوالدتك؟ احمد بيقول لك بكره تندم يا جميل. وبعدين يا استاذ؟ كل الشهود بيشهدوا على اخويا وانا مش مستريح للقضيه. طمن يا معلم، انا متاكد دلوقتي ان اخوك كان على حق في اللي عمله مع جرامي. انا هدافع عنه باستماته. بكره هشوف مرافعتي، هشوفها في المحكمه، هتسلسلها، هتجيب عليها وصيه. ربنا يديك الصحه وفصحت لساني يا استاذ. بس انت بقى بكره تخليك جدع وتحضر لنا مؤخر الاتعاب، لاني هكسبها يعني هكسبها. خلاص وانا جاهز. سلام عليكم. بقول ايه يا سعاده البيه؟ انا بقالي شهرين ونص ما قبضتش. ترى يا ابراهيم انت مش شايفني انا بقول للراجل يحمل لنا مؤخر الاتعاب بكره؟ ايوه يا سعاده البيه سمعت. خلاص اول ما هيقبضني هقبضك ست اشهر لقدام. اديني صابر يا بيه. يا خاين يا غسان، ده كل اللي احنا بنعمله يا عم. انا رميتك عادي. شوف الموضوع ده ايه وعلقه يا واد، انا مستنيك في وقت المحاضره. اعتبر واتعلق يا سعد. اديني الحال يا رب العيال من عندي. يا ناس مش كده خالص، كله بالقانون. امال القانون اتعمل ليه بس؟ طب يكون بعلمك. اسكت انت. اسكت اروح فين؟ ما تنطقش كده يا استاذ. اسكت بقول لك. اسكت كده. انت دلوقتي في حمايه القانون يا ست. يسلم بقك يا اخويا. خليكي وطول عمرك. انت لسه سمعت حاجه؟ اتفضلي، ده انا هجر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 ج
بيبر يا فندم. خير؟ عيب يا استاذ، ده قضيه سرعه، قضيه نفع او قرار مع بعض، والست هتيجي المبنى بالليل عشان تتفق وتدفع الاتعاب. طب ما كنتش تقدر تاخد منها حاجه دلوقتي؟ تتيجي يا استاذ مركزي، اصل انت عارف الحاله ناشفه قوي قوي من دول. يا سلام يا سعاده بيه، على فكره سعاده بيه مفيش كسوف ولا حاجه، احمد بيه انه معايا 2 جنيه، سعادتك تاخد جنيه وانا جنيه. ماشي يا طيب يا فندم. بقول لي يا خير، خليك انت نص وانا جنون نص عشان بعول الاطفال الابرياء. طيب، بس يبقى خليك فاكرها يا ابراهيم يا فندم. ايه في مفاجأة حلوة؟ أمي جت؟ بقول لك حلوة. قصدك إيه يعني؟
بهزر يا اخي. تعالي. بص وقول لي رايك ايه. لا يا حبيبي، انا اشتريت امبارح وركبته النهارده. شفت بقى مراتك شاطره ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله في شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس اللي في اتنين غير الوكيل بتاعه بتقول المستقبل المحامين. ايه ده يا حبيبي؟ بدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه؟ يلا. ظفر، اول مره احس ان انا متجوز. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ يا خبر ابيض، واحد بقاله مده مش كافي. اشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا استاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، اخضر يانا اخضر يانا. لا مؤاخذة يا جماعة، والله ما انت قايم يا استاذ. اتفضل معانا الغدا. سبقتوكوا. اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل، ايه اللي مطلعه بالنهار؟ رسمت يا سيدي لوحة من أكبر لوحاتي ورايح أبيعها. اسمها إيه دي؟ عندما تأتي الخيول من المزرعة ظهرا في بؤونة. دي اسمها كده؟ أيوه. شفتي؟ عندما تأتي بؤونة الخيول، عندما تأتي الخيول. فين 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 بؤونة بقى؟ أستاذ أحمد. أيوه. لو لاحظت الحتة دي بؤونة. أيوه. ودي ظهرا، والخيول الخيول هنا بقى. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم مسهلين المهمه. على رايك، هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت، بالظبط كده. سلام عليكم. كده احنا جربنا. واد عمرو اتحرك برضه ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزله بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حمايا؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايزه. شوية مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازة كسرها. في فازة جديدة جوه في اوضة النوم. جديدة؟ جديدة. وانت خليت في عقل يا نوال؟ مش لاقي على مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك نفس البيت الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وانا قاعد لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا ما فيش. اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه كده ايه؟ احنا مالناش في السياسه. يا اخي افضل في بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان.
ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف تبتدي الواحده تمر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك هو سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لا مؤاخذه؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جواز يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على راي. الله اكبر الله اكبر. اه انت تقف على وده على طول على طول تضرب تحترم نفسك اضرب اعتقدنا مفيش يا محمد هو كده على وده مظبوط. يا سلام اصبح على خير. يا سلام السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك؟ سليمان السبع. يا سلام سليمان السبع. اسم على مسمى. السبع ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. ايوه من ابور. انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابوري الاسد. ابوري الفيل. الله اكبر ابوري الجامد قوي. يا سلام الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بعزم واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين النصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حبة صور. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفة بقى على عارفة ايه مخلص وهدل صهان ولحد الاتوبيس. ايه؟ اسمع مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اتوزع ونام هنا. والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. حاضر. رجالة ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ ان ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان تقول بقى؟ عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اسعدك. ما علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس ده، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب خدي ورقه يا مسحه بيها دموعك. يا بتاعت بره. مسحت دموعك؟ ايوه. طيب تعالي نلتقي في قبله شنيعه. قبله شنيعه. اتفضل البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا شعب سلام. اقدم لكم العيله وعيله العيله. سلم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا حلاوه سلامات وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ انا سلامات كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا اولاد. ايه حلاوه يا رجالي. ايه دي؟ خش يا مسؤول. قال لا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبدة المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا ابني؟ مش عاجبك يا هو من اولها كده؟ تعال هنا اهو. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه اهو؟ ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح. أنا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. أنت هتهزر يا بسم الله. عيشة الله يحفظك يا أمير.
هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار نساب المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ أبقاب. مين؟ أبقاب. أبقاب من امتى؟ انا مولود أبقاب. مولود أبقاب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود أبقاب. الظاهر يا أبقاب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من ساب المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ أبقاب. أبقاب. أبقاب ايه؟ حد اسمه أبقاب. لازم تقدم استقالة عشان ما يقولوش راح فين. يقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقالة جدع.
تستحق كامل الاحترام. يا عم احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرام مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيله مؤاخذه. حلو تسميه حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصره ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حكم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. ها محسوس لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه، وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قول لنا يا كبير الحراميه، يلا الهبر عندك غيه. قول لنا يا كبير الحراميه، يلا الهبر عندك غيه. احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%، احنا الاوباش الحراميه محبوسين 100%. قرش 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 قرش. اهو ده الهجام ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه، يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف، اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال، اهو ده النشال، اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. حرام العشة الفاضية، فاضية فاضية فاضية، وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة، فكة فكة فكة، في الصنعة دول عالم سكة، سكة سكة سكة. دول الحرامية الفكة، فكة فكة فكة، في صنعتنا دول عالم سكة، زمايلنا السكاك. السك واحد ضيف شنطة وزق عجلهم على طنطة حبس صوانطة. يا ابو عالم سكة بتوع الفكة، عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعاده الباشا، انت بتكلم مين عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير؟ انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذه يعني دبلوم تجاره وبيشتغل في الحكومه. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهيه الحكومه مش ولا بد، وهو ابني الوحيد على 6 بنات، وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد منه. ربنا يخليه لك ويخليه ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عناية الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي لي لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بلاد سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجارة. قوي. تشكر يا عم نجاتي. شكرا يا صاحبي. شكرا.
أول مرة لقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان، الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غالب هتزوق؟ دي طبيعتها مش حياتها. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه لموضوعنا. لا ما تخافش يا لوتي، السر اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكره عايز اقول لكم حاجه، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريبش بيشي، انا تنقصك حاجه يا راجل؟ ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق؟ ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساحي يا جدع. انت احلى ساحي يا جدع، ساعد لينا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. يا سلام عليا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ جدع خد. يا عم ده انا يالي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع، ده انت جربان. هيقول لي تحط فلوس وتحط اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. يا بشبيش انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونوس. اهلا يا نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ آه لا مؤاخذه، السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ اه كفايه اللي بصرفوا عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السماء مفتوح يا سعاده البيه، والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ملقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اصحى
معاك اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا محدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقه بيه، انا خدامك يا ابني. هنا مفيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا على الاستراحه يا ولد. اقعد بشبيش. انا ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقس اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 يتشافوا كوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجه بسيطه. ايوه بسيطه ايه يعني الحكايه؟ ايه؟ حاجه بسيطه يا استاذ رمضان. بس شفت العمليه بتاعه تاني جد فايده ازاي؟ فايده كبيره مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. ايه والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل الهم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلم. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسباب. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي لمكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني. رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجامعه. حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي حددوا زيدو. اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان. خلاص احنا ما كناش نايمين وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس، البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاته علي السيد، واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس
عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس، شحاتت ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه يا سعاده البيه؟ انا حرام، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وانا اتحكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مده العقوبه، وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه، الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمل الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان، انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه، انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرام يا وانت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياه ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين يا سعاده البيه؟ انا حرام، حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والدبوس تمام كله في الامان ورحمه امي. انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي براءه بالعافيه، ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى يا عمار. ايه؟ ما تطلع تبقى لله اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده انا كابتن الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه؟ لو انت هتعمل احسن من الحكومه، اذا كانت الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى، هم خلوك المقلب السوق، خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. فاهم الليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ستحصل. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش، هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده جيبه من ده يا دي، لكن هجيب، هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه، بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها نان. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها نان ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول قول يا اللي مطلعني اكذوبه فقاعه هوا. انا تكسبني قدام المعلمين؟ ما حدش اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. بابا